وباخد من كلام دكتور عاشور انه دور الرجل ايه في المنظومه اللي بنتكلم فيها؟ معنى المرأة والمرأة اللي فيها تروح المرأة وتقعد مع المرأة، طب هو الراجل ملوش دور القصة دي؟ بص حضرتك، احنا كسكان في مصر 51% او اكتر ذكور، نص المجتمع، نص يعني المجتمع عشان وكل الكيانات الأسرية هي في الآخر زوج وزوجة، يعني في اثنين. الرجل يفتقر إلى حظه من التوعية، التوعية في الصحة الإنجابية، التوعية في الخصوبة، التوعية في وسائل تنظيم الأسرة لزوجته، التوعية في وسائل تنظيم الأسرة. يعني الرجل عليه دور؟ طبعا مش عارفين. ده احنا كمان عندنا مشكلة انه في الريف المرأة لا تجرؤ انها تروح الوحدة الصحية تاخد وسيلة الا اذا جوزها وافق، ونوع الوسيلة الا اذا جوزها وافق. فاحنا مفتقرين الحديث الطبي الموجه للرجال في مصر. طيب وسائل تنظيم الأسرة ومع تحديثها بتتيح للرجل من خلال وزارة الصحة العزل الطبي. لما نيجي نرجع للأبحاث اللي بتعمل عندنا هنا في مصر على هذه الوسيلة لتنظيم الأسرة، فنجد إنها غير متقبلة من الرجل، وحتى اللي بيتقبلوها ما يعرفوش يختبروها قبل ما يستعملوها، وما يعرفوش يستعملوها إزاي. وبالتالي حتى الزوجة اللي بتروح الوحدة الصحية وترجع واخدة العزل الطبي لجوزها ما رضيش ياخده منها، مراته هي اللي جايباه، هو مش عاوز يسمع كلام مراته. لكن احنا لو خصصنا كيان يقدم المشورة الصحيحة والسليمة والصحية للرجل، هو هيكون أكثر سعادة. هو احنا نقدر نقدم التوعية دي عن طريق وسائل الإعلام؟ يعني هل ناجعه ولا هي لازم تتحط في اطار محور الاعلام التوعوي في السكان، فتبقى بتروح للطلبه في المدارس في اعدادي وثانوي، في الجامعه بتروح من خلال المنابر بتاعه وزاره الاوقاف والكنيسه، بتروح من خلال وزاره الصحه، ده بديهي. وكان التفكير في الموضوع ده هو اتخذ دراسات وتوافق ما بين مجلس السكان والجمعية المصرية للخصوبة اللي بتضم كل أقسام الذكورة والخصوبة في مصر في الجامعات. لما اجتمعنا قلنا طيب هننفذ، لو دخلنا عند حيز التنفيذ هننفذ منين؟ قالوا ممكن جدا بقرار من وزير الصحة أو من السيد رئيس مجلس الوزراء نشتغل في عيادات تنظيم أسرة بعد الظهر، لان الصبح الرجل في عمله، فما تيجي تقول له تعالى خد خدمه مش هيجي، هو مش هيجي بالطريق. لكن ممكن نستفيد من نقول عليها ايه الريسورسز اللي عندنا في ان احنا نوجهها هذا التوجيه، اعداد كوادر الاطباء بتدريب لا يتجاوز 6 اشهر، وممكن التمريض كمان يشترك في التدريب دهوت. وهذه الاتاحه مهمه، جزء منها توعوي وجزء منها خدمي في الصحه. نفتقر الى ان احنا ناخد معانا في المركب بتاعه التوعيه الذكور من المجتمع اللي ليهم الحق ان هم ياخدوا هذه المشوره وهذه الخدمه، واللي لهم تاثير على زوجتهم. ابحاث كتيره معموله في هذا المجال ما هياش مفعله بالصوره المطلوبه. ولو رحت كمان عند البحث العلمي هقول احنا دوله عندنا جامعات فاخره جدا، عندنا ابحاث عظيمه جدا، ما قالها بعد ما بتتعمل ما تتحط في مكتبه. لازم ينتج عن هذه الابحاث اللي احنا بنسميه البوليسي بريف. بوليسي بريف يعني ملخص السياسه او ملخص التوجيهات والتوصيات بتاعه البحث. لما في وقت كنا بنكتب تقرير وكان تقرير مهم، بقول لهم يعني مش معقول هنطلع التقرير زي ده ما نقولش الابحاث بتقول ايه؟ قالوا لي هتعمليها ازاي؟ قلت لهم هنجيب اخر 30 بحث اتعملوا، كل الابحاث اتعملت في اخر 3 سنين، هناخد التوصيات بتاعتها، هنجردها من العناوين والاسماء ونحطها كمراجع ونرصدها تحت بعضها، نعمل لها سورتنج، نقول التوصيات اللي جت اللي طلعت من العلماء والخبراء المصريين هتفيد الدوله ازاي؟ وازاي انفذها طبعا؟ وعلى انها تطلع لحيز التنفيذ. المشهد الاكبر، وطبعا احنا دايما عندنا الطموح ان بلدنا تبقى احسن بلد، انه يكون في وزاره التعليم العالي كيان او في الاورجانوجرام بتاعهم في الهيكل التنظيمي اوفيس كبير جدا بياخد كل الابحاث اللي طالعه يعملها الشغلانه دي. فمش شغله الوزير ان هو سواء وزير الزراعه او وزير الصحه او
وزير الصناعة ان هو يروح يدور على ده، لان انا هبعتها له واقول له ملخص السياسات بتاعتك، التوصيات، الابحاث العلمية، تقول اعمل كذا وكذا، تقدر تستفيد منها ازاي. فبدل ما بنحولها لإجازة رسالة ماجستير او دكتوراه او ابحاث ترقية لمكون بيتحط على الانترنت وبتحط في الباب ميديا الباب ميد، احنا عايزين نترجم ده انه يخدم البلد.